السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم مرة ثانية في قناة تنظيم البيت والمطبخ. جيت لكم اليوم فيديو جديد، فيديو عن صابلي بريستيج بأشكال متنوعة وب يعني وب بمذاق رائع وبنفس العجين بعجين واحد. كنتمنى يعجبكم فيديو اليوم، ونتمنى تتابع معي الفيديو للأخير ونشوفوا المقادير مع بعض. بالنسبة لمقادير العجين فأنا غنخلي لكم الفيديو في آخر هذا الفيديو أو لتحت في صندوق الوصف، لأن أنا العجين عملتها معكم من قبل وعملت بها أشكال تانية متنوعة واقتصادية أيضا وأشكال يعني مختلفة. فهنايا العجين اللي عندي قسمتها على نصين وطبعتها بالطابع المربع مثل ما انتم شايفين. كنسرحها دائما مثل ما قلت لكم قبل، كنسرحها في كنفرش ليها كيس من تحت ونغطيها بكيس من فوق، وبعدين نسرحها بالمدلك او بالنشابه ونطبعها بهذا المربع. انتم ممكن تعملوا اي شكل تاني حابين على حسب القوالب الشوكولاته اللي عندكم. فهنا بعد ما كملت النص الاول درته عملته كله مربعات ودخلت الصابلي تاعي للفرن، هنا مشيت للنص الثاني وغدا نطبعوا هذا النص يعني على شكل دوائر. انا محتاجه دوائر، فهنايا طبعته بالطابع اللي عندي الدائري. انتم ما عندكمش ممكن تستعملوا كاس، حتى هو ممكن يقضي الغرض. بالنسبه للقوالب اللي عملت فيها شوكولاته فهم هادو قوالب بلاستيكيه كتباع في جبتها معي من المغرب. بالنسبه للميع او لهذاك البريول اللي حطيت اللي كيلمع شوكولاته، هذا كيتباع عند اصحاب المواد يعني اللي كيبيعوا الاشياء ديال الحلويات، فتا هو جبته من المغرب. وهاد القوالب كتباع رخيصه جدا ما غاليهش صراحه. كنت شريتها من المغرب كنظن يمكن شي 6 دراهم او 7 دراهم. فيها اشكال متنوعة كثيرة كثيرة كثيرة. ففقط كندهن بهذاك اللي كنرش عليه قليلا فقط، وكندهنو هكذايا، ومن بعد كنجيب الشوكولاته ديالي. انا عندي شوكولاته سوداء وعندي البيضاء وحطيت عليها قليل من الملون الوردي فقط باش يعطيني هذاك اللون الوردي. بعد ذلك كنحط الشوكولاته ديالي في هذوك القوالب يعني في الاشكال اللي انا اختاريتهم، وكان يعني هكذا نحاول ان نحركها شويه او نضربها مع الرخامه، ومن بعد كندخلها للثلاجه كنخليها تبرد جيدا، وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالها النهائي. بالنسبه للاشكال الثانيه فانا عملت لهم شوكولاته سوداء يعني لان عندي اشكال يعني كثيره، عندي هي المربع او الكادر، وال هذاك الثاني تاع القرقاع او الجوز. فهنا هذا الصابلي ديالي بعد ما طلع، وهذا الشوكولاته ديالي جاهزه بعد ما عملتها. هنا عندي شكل فراشه فانا لونته بالشوكولاته بيضاء وحطيت عليها ملون ازرق وعملت هذه الاشكال غير باش نوريكم انكم ممكن يعني تنوعوا في الشوكولاته ديالكم وفي اللون في الالوان ديالها. هنا غادي نحتاج الناباج، هذا الناباج اللي كنت جايبه من المغرب معايا، وغادي نحتاج الفول السوداني او الكاوكاو مطحون. انتم ممكن تستعملوا اللوز، انا يعني استعملت فقط الفول السوداني. هنا كندهن هذاك اللي صابلي ديالي بالنباج، وبعد ذلك غادي نحط عليه هذيك الدوائر شوكولاته الورديه بهذا الشكل. طريقه جد سهله وجد يعني عمليه ما كتاخذش الوقت ابدا، وكتعطيك واحد الشكل هائل ورائع، كتعطيك يعني منظر رائع خصوصا للضيوف او للمناسبات. فكنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل كل الكميه اللي عندي ديال هاد الشكيلات من الشوكولاته. بالنسبه للشكل الثاني فهنايا اختاريت اني نعمل ديك القرقعه او الجوزه، هذه اللي معموله من الشوكولاته من الاشكال اللي وريتكم قبل. وبعد ذلك كنحطها هكذا في الوسط، والجوانب كنوزع عليها هذاك الجوز او الكاوكاو اللي عندي مطحون بهذا الشكل حتى كنكمل الكميه كلها. ايضا بالنسبه للشكل الثالث فهنايا عندي هاد الايد او هاد الخميصه، فكندير ناباج وكنلصقها ايضا يعني مثل الاشكال الثانيه.
وهذا الشكل ديال الفراشة نفس الطريقة ونفس يعني كنبقاو مستمرين بالنباش. الا ما عندكمش نباش البنات ممكن تعملوا الشوكولاتة او لا ممكن تلصقوهم بالمربى حتى هو كيلصقوا. يعني اي حاجة عندكم موجودة في المنزل ممكن تستمروا بها يعني وممكن تعملوها. وهذا هو الشكل النهائي. والشكل الاخير اللي ما عملتوش معكم هو هذاك المربع حتى هو نفس الطريقة يعني كتلصقوه كتحطوه. كنتمنى البنات يكون عجبكم هذا الصابلي البريستيج اللي سهل جدا واقتصادي وما ياخذش منك الوقت ومقاديره جد اقتصاديه. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك ديالكم وشاركوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم باش يستافدوا كما استفدتوا نتومايا. وخلوا لي التعليق ديالكم من تحت ونقول لكم مبروكة مبروكه وكل عام وانتم بخير وان شاء الله كل عام وانتم سالمين ونشوفكم فيديو تاني.